جدد لكم صباحية مشاهدينا، ومثل ما بنعرف يعني هذا الأسبوع رح تبدأ امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية. أكيد نحن بنتمنى لطلابنا الأعزاء التوفيق والنجاح، لأنه هو حصيلة تعب وحصيلة عام دراسي كامل. لكن دائما بفترات الامتحان يزن مثل ما بنعرف بيترافق القلق والخوف والتوتر، أنه امتحان حتى يمكن الحالة الاجتماعية للشهادات بأنه أنت شهادة، أنت عم تدرس، أنت مصير، أنت مستقبل، فدائما بيكون عنده حالة الخوف والقلق من الامتحان. تماما، هون بجوز بيبرز دور الأهل وحتى صحيح. المرشدين النفسيين أو الاختصاصيين بهذا الموضوع. تماما، الاختصاصيين بمجال طبعا التربية، لحتى نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، نحن كيف فينا فعلا نخفف من حدة التوتر والقلق أثناء الامتحان، وأيضا شو هو دور الإرشاد النفسي والاجتماعي خلال فترة الامتحانات. بيسعدنا نرحب معنا بالاستوديو المرشدة الاجتماعية والنفسية سمر حسن. لك سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكم قناة أغاريت، اللي فعلا هي عم تسلط الضوء على كثير مواضيع بتهم الطالب وبتهم أسر الطلاب. ضرورة حتمية. وصباح الخير لكل طلابنا الأعزاء يلي مثل ما حكيتي هلا أهلنا أوشكوا على جني ثمار تعب وجهد عام دراسي كامل. يسعدنا صباحك أستاذة، وشكرا للكلمات اللطيفة والحلوة. بداية خلينا هيك كونوا اليوم قربت الامتحانات، نحكي عن موضوع القلق الامتحاني. شو تعريفه؟ كيف بيصير؟ شو أعراضه؟ هلأ بالبداية خلينا نحكي عن مفهوم القلق بشكل عام. القلق هو حالة طبيعية وردة فعل طبيعية لأي شخص مجرد ما تعرض لموقف جديد. يعني اللي عنده مقابلة صحفية، اللي عنده بيلقي خطاب، اللي جاي على مقابلة عمل، بشكل له هذا الشيء قلق. حتى القلق من المستقبل، القلق من مثلا الأب على مستقبل أبنائه، فقدان وظيفة، كل هذا القلق نحن بنسميه قلق، هو شعور وهمي. ليش نحن بنقول عنه شعور وهمي؟ لأنه هو هذا القلق داخلي، يعني بترافق مع هواجس داخلية. يعني أنا هون قلق من شيء مبهم أو غامض، تمام؟ كتير بيصير خلط بين القلق والخوف. أنا بخاف لما بشوف شيء، يعني بشوف مثلا حيوان مفترس، شيء بيسبب لي الخوف، يعني هذا القلق بيكون مصدره أو المثير له هو مثير خارجي. هون الفرق بين القلق والخوف، إذا الخوف مثير خارجي، أما القلق المثير داخلي، قد تكون توقعاتي في مكانة وقد تكون خاطئة، غير ذلك أو خاطئة. من هون نحن بنجي على القلق الامتحاني. القلق الامتحاني هو نفس هذا الشعور الوهمي اللي حكينا عنه. طبعا الطالب بيقلق من الامتحان لأنه بالنسبة له شيء غامض ومبهم. هذا القلق بيعمل له هواجس، بيعمل له افكار سلبيه، بجوز ينجح، بجوز يرسب، يمكن مثلا تكون نتيجه غير مرضيه لأهل وغير مرضيه لأهل. فهذا القلق بيترافق معه الكثير من الاعراض النفسيه والجسديه اللي بتاثر على التحصيل، بتاثر على الانجاز، وبالتالي على نتيجه الطالب. تمام. هلا اذا بدنا نحكي عن سمر، الاعراض هيدي بتظهر قبل الامتحان ولا اثناء الامتحان فقط؟ يعني ممكن نحن ننتبه على الطالب انه متوتر وقلق؟ طبعا هلا نحن مشان يعني القلق له جانبين، يعني له ميزات وله سلبيات. بدنا ناخذ الجوانب. تمام. هلا امتى بيكون القلق ايجابي؟ لما بيكون بالحد الطبيعي. يعني هون بيكون القلق حافز ودافع للطالب ليكثف دراسته، ليزيد من المثابره الاجتهاد، ليكون اداؤه وانجازه افضل. هذا القلق بنشوفه اكثر شيء عند الطلاب المتفوقين. يعني عدم وجود مثل هذا النوع من القلق يحول الى طالب لا مبالي. نعم. لأن دائما القلق أو حالات التوتر يتكون يا أما بالمواجهة والتصدي أو بالهروب والانسحاب أو حالة الجمود، هي اللي نحكي عنها نحن، هي حالة اللامبالاة. أما القلق لما بيزيد عن حده الطبيعي، يعني هون صار له تأثيرات سلبية، ظهر معه أعراض توتر وقلق، هون صار القلق نسميه احنا قلق سلبي. ليش؟ لأنه أثر على الأداء، أثر على التحصيل، أثر على قدرة شل تفكير الطالب، حتى قدرته على استذكار المعلومات، وبالتالي الإنجاز سيكون أدنى من المتوقع. كثير من الأعراض اللي بتظهر على الطالب، في عنا أعراض نفسية وعنا أعراض جسدية. مثلا الأعراض النفسية اللي بترافق حالة القلق والتوتر عند الطالب، بتلاقي مثلا الطالب عنده شرود ذهني، اضطراب في النوم، قد يصل لحالة الاكتئاب. أيضا هناك أعراض جسدية تظهر عند الطالب من اضطرابات الجهاز الهضمي، فقدان الشهية، اضطراب مثلا تشنجات الكولون العصبي،
إضافة لغثيان إقياء، هاي الحالات كثيرة بتلاقيها مثلا بالمراحل المتقدمة من القلق. هاي الاضطرابات احنا بنسميها اضطرابات نفس جسدية، لأنه هون الحالة النفسية أثرت على الحالة الجسدية للطالب وسببت له هذا التوتر. فعلا يعني حكيتي أستاذة كلمة جوهرية، بأنه فعلا القلق بحد معين يجب أن يكون موجود وحاضر كرمال نحن يعني يقودنا إلى الحذر، يكون هو حافز. لا أنا يعني هون ما رح نسميه خطر، يكون حافز إنه الطالب يدرس، يكثف من دراسته، يعني تماماً. يكون على قدر الكفاءة والاهتمام. ما بعرف إذا بتوافقين الرأي بهذا الموضوع، بأنه القلق الامتحاني لا يقتصر فقط على الطلاب، أيضا على الأهل يعني طبعاً. هون وهو بعتقد أخطر من الطالب، لأنه بيكون تأثيره على الطالب أكبر، صحيح؟ تماما. هلأ اللي عم نلاحظه بهالفترة وخاصة مؤخرا مثل ما عم تحكي حضرتك، إنه القلق الامتحاني أو القلق بشكل عام عم يكون واضح جدا على الأهل، وهذا كثير بينعكس سلبا على الطالب. كثير ضروري الاهل ينتبهوا على موضوع انه انا ما صادر هذا القلق لابني. يعني طبعا الاهل لما بيعلنوا حاله الطوارئ بالبيت، استنفار، عزله اجتماعيه، ممنوع مثلا الطالب يحكي مع رفقاته، انت لازم تضل عم تدرس، فهون الطالب بيشعر يعني طبيعي يشعر بالقلق وكانه هو بالسجن. طبعا هذا القلق بيتصادر للطالب يا اما من خلال لغه الجسد، من خلال السلوكيات والتصرفات، خلينا نقول عنها السلبيه يلي بتصادر القلق لهذا الطالب. مثلا مثل هاي السلوكيات السلبيه، حكينا عن حاله الاستنفار. تماما تمام. هاي الاستنفار، حاله الاستنفار اللي بيعلنها الاهل بالبيت. كمان عندنا موضوع كثير مهم، هو حاله يعني بسبب للطالب القلق، هو يعني بدي اقول لك الواقعي، يعني عدم الواقعيه في تقدير قدرات الطالب. يعني انا مثلا مفروض اعرف قدرات الطلاب او ابني، امكانياته الموجوده عنده، وكون وجهه على حسب هذه القدرات والامكانات. بس هيدي بدها تكون خلال العام انسه سمر، يعني ما يعني بس نحن بدنا نجي لفتره الامتحان بس، نحن لا بدنا نعرف شو قدرات الطالب او شو قدرات ابننا. أكيد. يعني هي بدها تكون طبعا كل شيء عم نحكي عنه لازم يكون خلال العام، مش صحيح مشتغلين عليه خلال العام، لكن توقعات الاهل، قصدي توقعات الاهل غير واقعيه من الطالب. يعني انا بدي اياك مثلا تكون بمستوى معين، مثلا طب او هندسه، هذا الشيء لحاله بيسبب للطالب نوع من القلق والتوتر اذا ما كان بالنتيجه اللي هن بدهم اياها الاهل. طبعا موضوع المقارنه كثير كمان هو موضوع سلبي. لما انا بدي اقعد مثلا قارن ابني، انت لازم تكون مثل ابن خالك، ابن عمك، لازم تجيب علامه مثل اخوك، هذا الموضوع كمان بيترك اثر سلبي، بيزيد من قلق الطالب وتوتره. طب المقارنه ممكن تكون ايجابيه؟ يعني احيانا خلينا نقول هو حافز ايجابي، انه مثل امثله نجاح ممكن تكون، يعني انه النمذجه او القدوه الحسنه. فهي المشكله انه هاي المقارنه دائما عم تترك اثر سلبي عند الطالب، انه ليش ما بتكون مثل ابن عمك، ليش ما بتكون مثل ابن خالك او مثل اخوك كان افضل منك. هذا عم تترك عند الطالب عدواني حتى تجاه الطرف الآخر. ممكن هون هي أكثر نادين، يعني بهيك حساسة، هي تفشيل للطالب صح. ممكن أو لقدراته حتى لو كان حامل لقدرات، ممكن هذا الموضوع يعني يفشله صح، يعني يحبط الطالب. يعني هون نحن عم نحطم الطالب، بدنا نحن حتى الكلمات السلبية اللي دائما يمكن الأهل يسمعوها للطالب، مثلا أنت فاشل، أنت ربي، أنت حاسستك ما عم تدرس، قلي الأستاذ عنك أنه أنت مانك ملحق، ابن جيرانك خلص المنهاج وأنت لساتك بأول صفحة. قديش ما هي ما فيها تحطيم لهذا الطالب، وقديش ما هي ما فيها يعني أحباط، وبترافقه كثير من القلق والتوتر. طب رأي الأساتذة هون بهيك حالة، إذا بنجي نحن على الدور التعليمي أو دور الأستاذ، سواء كان الأستاذ بالمدرسة أو منعرف نحن كلاتنا أنه طلاب شهادات عندهم أساتذة خصوصيين، فرأيه يعني قديش كمان ودوره قد كثير مهم لحتى يحفز الطالب، أو حتى كمان للأهل، أو إذا كان في آراء خلينا نقول سلبية لازم تكون بين الأستاذ والطالب أم بين الأستاذ والأهل؟ هلا هون يعني الحوار، يعني الأهل كثير لازم يكون في تواصل فعال من قبل الأهل مع الطالب، يعني يكون في هذا الحوار الإيجابي بين الأهل والطالب. يعني كثير من الضروري الأم تقعد مع ابنها مثلا تسأله شو أنت المشكلات اللي عم تعاني منها، وين بتشوف حالك عندك ضعف بأي مادة لحتى نتلافى هي المشكلة. كثير ضروري مثلا تشوف هو شو مخاوفه، شو الأمور اللي هي عم تسبب له قلق أو توتر. لما هذا الحوار، لما نستجمع هاي المشكلات، بنحاول قدر الإمكان الأهل بالتعاون مع مدرس الطالب لترميم الثغرات، ترميم النقص، وبالتالي خف القلق والتوتر عند الطالب. تمام. أيضا أحيانا قد يكون للأهل أيضا دور سلبي صح فيما يقارن موضوع المرافقة الطالب إلى القاعات أو إلى المركز الامتحاني. كثير بنشوف ظاهرة التجمهر أمام المركز الامتحاني مع أو ضد؟
هلا مع حسب نمط الاسره. هلا بتلاقي مثلا بعض الاسر بترافق ابنها، يعني هون يعني بتوصلوا على المركز الامتحاني، بتتمنى له التوفيق، يكتب منيح وخلص، هون ما في مشكله. اما الاهل مثلا لما بيرافقوا ابنهم وكل الطريق مثلا هن ادروس عينك بكتابك، اذا بدي حكر فيه مثلا ما تتلهى، خليك هلا خلص، هذا لأن هو نحن عم نحاول عم نزيد من قلق الطالب. يعني بتلاقي حتى لما بيدخل على الامتحان وهي الام مثلا مع بعض الادعيه المسموعه، مع بعض الادعيه المسموعه تماما، هو يعني الاهل ما تتلهى او شوف فيك مثلا فاتع على الصفحه 28 شكلها هي الصفحه مهمه، شوف التوقعات عم يحكوا عن توقعات تماما. هون الطالب شتت انتباهه، يعني هو قد ايه هو درس خلال عام دراسي وكانه هو بهالخمس دقائق الفتره القصيره الفترة القصيرة هو بده يستجمع كل حتى أستاذي ما بعد انتهاء الامتحان مباشرة بنلاقي الأهل سارعوا للطالب من دون ما يسألوا، شفت حليت هاد خطأ تمام. ممكن كمان هاد بالامتحان الثاني يسبب له أثر سلبي. هذا الموضوع كمان كتير منأكد عليه، أنه الطالب خلاص طلع من المادة الامتحانية نترك على جنب، لأنه أي خطأ بيكتشفه الطالب فيما بعد سيؤثر على المادة اللاحقة. مثل ما حكيت حضرتك، عادة بيطلع الطالب أول ما بيطلع منجيب الأستاذ تعال نشوف شو كاتب، شو هون اكتشف خطأ بسيط، هذا سبب له قلق توتر على المادة اللاحقة وحتى على الامتحان بكامله. كتير ضروري نأكد أنه خلاص المادة خلصنا منها، بنشيلها على جنب، بنفكر بالتالي، وهالشيء بخفف من التوتر عند الطالب. هون ممكن بتبرز أهمية فعلا البناء الصحيح لطريقة تعامل الأهل مع التلاميذ، لأنه أنا حسيت أنه القلق الأهل هو أخطر من قلق الطالب نفسه. تماما. هون أستاذة لو نذكر شو أهمية أو شو دور الإرشاد النفسي بهذا الموضوع، طبعا الإرشاد النفسي الموجود ضمن المدارس تماما وخلال العام. خلال العام هلا نحن بكل مدرسة عندنا مرشد نفسي أو اجتماعي مؤهل ومدرب للتعامل مع الطلاب ومشكلاتهم من بداية العام. المرشد النفسي متابع للطالب، يتعرف على احتياجاته النفسية والاجتماعية، يتعرف على مشكلاته، يساعده على حل هذه المشكلات. طبعا دائما المرشد يحاول أن يقدم دروس توجيه جمعي، لأنه الإرشاد نحن عندنا نمائي ووقائي وعلاجي. دائما المرشد بيشتغل على الجانب الوقائي لنحصن الطالب من وقوع أي مشكلة يمكن أن يقع فيها الطالب. المرشد قبل الفترة يعني قبل ما يقترب الامتحان بيكثف من دروس والندوات الإرشادية ودروس توجيه جمعي التي تتعلق بموضوع القلق، يعرف الطالب عن أسباب القلق، يعرفه على طرق تخطيها، يعلمه عادات الدراسية الصحيحة، طرق الاستذكار، أيضا يبصر الطالب كيفية التعامل مع الورقة الامتحانية. كثير من الطلاب مثلا بيكون عندهم مشكلة لما بيطلعوا على ورقة الامتحان بيشوفوها كلها من أولى لآخرة، يمكن يطلع لهم سؤال واحد يعني يعمل لهم مشكلة إنه خلاص هو ما عاد. طيب شو الطريقة الصحيحة مثلا؟ كتير من الضروري أنا أتناول ورقة الامتحان سؤال سؤال، أنت خلص من السؤال الأول انتقل للسؤال التالي، في حال ما عرفت اترك فراغ تقديريا وانتقل على اللي بعده. أما لما تطلع على الأسئلة بشكل كامل مثل ما حكينا، مجرد انا ما شفت اي شيء موضوع او سؤال انا قبل الاستذكار مثلا، شو مثلا نسيت سؤال يعني انا بعرفه أريانه ومتذكره تمام. هلا كثير من الطلاب اول ما بيفوتوا على الامتحان بتسمعي منهم كلمات انه انا حاسس حالي مو متذكر شيء، انا نسيان كل شيء. لا، انت مانك نسيان، وانت مخزن كم هائل من المعلومات هون في الذاكره. مجرد ما فتت على الامتحان راح تبلش طريقه الاستذكار واستمطار المعلومات، ويكتب الطالب بكل سهولة ويسر يعني. وفعلا هي عن تجربة يزن، لما كنا بالشهادات لهلأ بتذكر لما أنه إحنا حكينا هيدا النقطة، كانت ورقة الأسئلة طويتين تمام. وأقرأ دائما كل سؤال يعني بدوره، حتى الأسئلة الاختيارية كنت يعني أجلها لآخر شيء كمان لحتى حاول قدر الإمكان استجمع كل معلوماتي وكل ما يعني درسته. هلأ ممكن يقع الطالب بأخطاء، ممكن يتوتر، ممكن ينسى، هون بأثناء القاعة امتحانية يعني شو هون الطالب لازم يتصرف؟ كمان في أشياء كتير يمكن أنتوا بقى أخذتوا كل التعليمات والتوصيات لتأمين الأجواء الامتحانية طبعا المريحة للطالب، أكيد في كل هيدي التحضيرات. فإذا بدنا نحكي نحن هلأ للطالب بعدين نحكي عن تحضيراتكم، الطالب أثناء القاعة الامتحانية شو لازم يتصرف؟ هلأ دائما التوصيات مثل ما حكينا سواء من قبل المرشد أو من قبل أهل الطالب
انه يعني هو في حال صار معه موقف متوتر، يعني مثلا حدا وتره، شاف زميله فورا عم يكتب، شاف تمام، او حدا من الطلاب، هو الطلاب توتر، هذا تماماً. التوتر بينتقل لكافه الطلاب الموجودين في القاعه. بهيك حالات نحن دائما عندنا بكل مدرسه في مرشد، اذا ما تواجد هذا المرشد في عندنا فريق دعم نفسي اجتماعي بالتنسيق مع الصحه المدرسيه، يتم استدعاء هذا الكادر مع طبيب الصحة إلى المدرسة في حال كان الطالب في حالة توتر أو عليه أعراض مثل تشنج، مثل أغماء، مثل الشحوب أو انخفاض في الضغط. عند مع قدوم هذا الكادر يقدموا الإسعافات الأولية لهذا الطالب ويعاد إلى المركز الامتحاني مرة أخرى. طبعا نحن لازم نكون أخذين بعين الاعتبار مرحلة التحصين قبل، يعني هي النصائح كتير ضرورية ياخذها الطالب من المرشد في المدرسة، من الأهل، إنه أنت كيف تكون يعني تجلس يعني يكون مكانك، ما نلتفت على الأشخاص، حدا فات يعني على القاعة التحضير. أو طلع أنت مجرد ما صار كلمة بالقاعة تتوتر، خلاص أنت ركز بورقتك الامتحانية وانسى العالم الخارجي المحيط شو ما صار فيه من أي مثيرات أو مشتتات. طيب أستاذة، يعني ودوركم كمرشدين نفسيين ضمن فترة الامتحانات، يعني بيصير في جولات، يعني خلينا نقول مثل ما عم تذكري انه نشوف شو الحالات اللي ممكن فيها توتر او شو الحالات اللي ممكن يعني بحاجه لدعم، صح؟ تساوي نحن هلا يعني بالامتحانات كان احنا بنكون يعني عملنا كمندوبي تربيه، بنجول على كافه المراكز الامتحانيه مثل باقي الزملاء. اثناء تواجدنا في اي مركز وصادفنا مثل هذه الحاله، طبعا أنا السنة الماضية كنت بمركز للإناث، دخلت على القاعة الامتحانية فشفت طالبة حاطة راسها على المقعد، جيت لصوب البنت وسألتها، حطيت إيدي على كتفها إنه بنتي ليش ما عم تكتبي؟ طبعا أكثر من مرة أنا ناديتها لحتى هي طلعت فيني، طلعت فيني قالت لي أنا نعساني. طبعا أنا توقعت منها أي شيء اللي انه نعسانه، توقعت اللي عم تستذكر عم تبكي مثلا متوتره، اما تكون هي نعسانه ففاجئني جواب. بهي الحاله انا بدي دائما بدي احاول اقدم لها شو فيني اي مساعده. يعني نعسانه هي استهتار ولا فعلا بتكون لا يعني هي نعسانه لانه هي ابدا مو نايمه، فشوفي هي من الاخطاء الشائعه. النوم الكافي قد ما هو ضروري. صح. انا مباشره أنا اخذت الطالبه، اول شيء شربناها مي، خليتها غسلت وشها منيح، هيك اخذت اكسجين نظيف ونقي، حتى رغم هالشيء هي عم تطلع فيني وعم بتغمض، فانا عم بسالها انه انت كانه ما كثير نايمه او شيء، قالت لي انا مو نايمه ابدا، ضليت ادرس للصبح وجيت على الامتحان. اكبر خطا، شوف الخطا وين الاهل من هذا الخطا. طيب استاذي، هون نحن عم نحكي عن دور الاهل وعم نحكي عن دور الطالب، عم نحكي عن الاجراءات اللي لازم يسووها كل منهم، لكن نحن اليوم كمرشدين نفسيين ايضا ما لازم يكون في عنا يعني تحصين للطالب من ايضا بعض المراقبين اللي ممكن يساووا ايضا توتر للطالب من خلال اول ما تفوت الاوراق الامتحانيه الكل ورقته بعين كل عينه بورقته، وهي الكلمات اللي دائما هلا رح نفتح الظروف يعني تماما عالقه بذهننا من تاثيرها وقوتها النفسيه صراحه سيئه. نحن اليوم كمرشدين نفسيين ما عندنا ايضا ارشاد على هدول الاشخاص اللي ممكن هن صحيح اختصاصيين بس ما عندهم اللباقه ممكن البعض طبعا مو الكل. هلا هي في توجيهات قبل الامتحان، توجيهات واضحه من السيد الوزير خاصه للموضوع اللي عم تحكي عنه، انه الكل يتعامل بابويه مع الطلاب، ممنوع اصدار اي اصوات مزعجه للطالب ممكن تسبب له التوتر او القلق، لكن في حال كان في هيك يعني في هيك نماذج موجوده بالقاعه مثل ما عم تحكي البعض طبعا وهي نسبه خلينا نقول قليله يعني قليله معها. تماما يعني كلهم زملاء تربويون بيتعاملوا بطريقة تربوية بالنهاية، لكن دائما المرشد في المدرسة أو حتى الأهل بيوجهوا الطالب أنه ما تعير اهتمامك لأي شيء خارجي يمكن يشتت انتباهك، أنت بتدخل بتكون أخذ التعليمات الامتحانية لحالك، مجرد ما بتفوت بتكتب اسمك على ورقة الأسئلة، بتبلش بدون ما تعمل أي فوضى بالصف تستدعي أنه حدا يحكي معك كلمة أو يضايقك بتصرف. وكتير نأكد عليه أنه يعني ما تنطر كثير على سؤال ويضيع الوقت كله، انه انت وزع الزمن بحيث انه تلحق تحل كل الاسئله، اذا كان في شيء مكتوب على المسوده كثير ضروري ناكد للطالب انه ما تنسى هذا، تنقله على المبيضه ما ينسى اسمه. اذا كان في اي مشكله عند الطالب طبعا مندوبي التربيه الموجودين
في المركز او حتى مندوبي الوزاره انه دائما في جولات دائمه على القاعه مستمر. يمكن يسال عن اي سؤال او مثلا اذا كان متضايق بده يفوت على الحمام او بده يشرب مي او حس حاله متوتر بده يتنفس شوي اي مشكله بيعانيها في بيلجا لرئيس المركز او مندوب التربيه الموجود ليساعده قدر المستطاع. تماما. هلا شو رح يكون التحضير من هون لسبعة ايام اذا بدك توجهي يعني رساله اليوم للطلاب للاهالي الاربعاء الامتحانات امتحانات الشهاده الثانويه رساله من حضرتك رساله خلينا نقول تخفف من حده القلق والتوتر وتكون فعلا هي تحضيريه يعني تكون تمر بسلاسه. تمام. يعني هلا لما مجرد ما قلنا قرب الامتحان هو زاد التوتر وزاد القلق فكتير بس نحن ضروري نحكي مع الطالب يعني انه انت شو السبب الاساسي او الرئيسي للقلق. طبعا اسباب القلق متعدده. احيانا قلق الطالب مثل ما حكينا هو القلق الخوف من المجهول. نحن حكينا ببدايه الموضوع تماماً. انه هذا الامتحان مجهول بالطالب ما بيعرف شو المجهول فيه هو انه ما بيعرف شو الاسئله اللي رح تجي. فكتير ضروري انا بصر الطالب انه انت ما بتعرف الاسئله اللي رح تجي هي مجهوله ولكن انت بتعرف اجوبتك اللي انت دارسها خلال عام المقرر دراسي كامل اكيد رح تكون هي نفسها اللي رح تمتحن فيها. الاسئله رح يحطها مدرس كان متابعك من بدايه العام الدراسي ما هو ما حدا يعني جاي من كوكب ثاني. فهالامور بتخفف للطالب من حده التوتر. اذا بدنا نحكي ملاحظه على التوقعات اللي بيلحق التوقعات قبل كل ماده توقعات الاسئله المتوقعه متوقع هيك متوقع تمام. هيك هذا انا موضوع التوقعات كثير بحس انه بيشتت انتباه الطالب يعني بيكون هو مركز ومنظم اموره ودارس النهج بشكل كامل مجرد ما بلش بموضوع التوقعات هون بقى كانه حصر مخه فقط بهي الكم سؤال اللي هو من المتوقع فعلا. لا انا بدرس كل المنهاج هو اكيد رح يجي اي سؤال رح يكون من ضمن المقرر اللي انا درسته خلال هو موجود هو ضمن موجود. الشيء اللي دارسينه لهيك نحن بنشتغل على موضوع انه الامتحان مضبوط هو شيء مجهول ولكن الاجابه تبعك هي معلومه صحيح. ايضا من العوامل يمكن تسبب القلق للطالب الخوف من النتيجه مثل ما حكينا هل النتيجة رح تكون مرضية لإلي مرضية لأهلي لهيك إنه منفهم الطالب إنه خلص أنت خليك هلأ بدراستك وبامتحانك وبس تخلص مفكر بالنتيجة وفكر يعني إذا رح تكون مرضية ولا ما تخلي قلق النتيجة هلأ يأثر على أدائك وتحصيلك خلص يخلي يضل الطالب فعلا بتفكيره بدراسته وهذا تمام. فعلا كلام فعلا جوهري. شكرا كثير لك أستاذة وبنتمنى كل التوفيق للطلاب. تفضلي. يعني إذا بدنا نحكي عن نصائح بشكل عام للطالب كتير ضروري نأكد للطالب على تنظيم الوقت ينظم وقته بشكل جيد يكون في فترات استراحة ما بين ساعات الدراسة يعني بهالفترات الاستراحة كتير الطالب فيها مثلا في تمارين تمارين الاسترخاء التنفس التأمل الذاتي يعني هو شوي يطلع من جو الدراسة المكثفة. كتير ضروري التغذية نأكد على موضوع التغذية يكون غذاء الطالب صحي ومناسب صحي متوازن. من الأخطاء الشائعة عادة الأهل مثلا بيكسروا من الوجبات الجاهزة أو الأكل الدسم يكون فقط محصور تمام. هذا الأكل الدسم بيسبب للطالب خمول بيسبب له كسل وتخمة وبالتالي هو يعني رح يذهب للنوم. كمان من الموضوعات أو النصائح اللي منأكد عليها يكسر من تناول الخضرة والفواكه اللي ما فيها تمام. فيتامينات ومعادن ضرورية لعمل الدماغ. شرب الماء كتير ضروري ولا بعتقد لسه كمان يعني في نصائح كتير مهمة إن شاء الله يعني كمان بالفقرات تانية كمان نستضيفك ونحكي عنها بشكل تفصيلي أكتر. أكيد بدنا نشكرك على كل المعلومات وعلى كل النصائح اللي قدمتينيها وبنتمنى فعلا التوفيق لكل الطلاب بالامتحانات. شكرا لكم وبتمنى التوفيق لطلابنا الأعزاء. يعني هي بالنهاية الامتحان هو محطة عبور تماماً. يعني تستوقفنا لعدة أيام منقدم فيها ما درسنا خلال عام دراسي ومنكمل ما لازم نعتبرها هي نهاية العالم أو نهاية الحياة تخلي هذا التوتر أو هذه الأعراض هي بداية لأشياء دائما في محاولات دائما في فرص جديدة. يعني أنا ما لازم استسلم الإرادة والتصميم قادرة أن تصنع إن شاء كل الله. الله شكرا كثير لك. يعطيك ألف عافية يا رب. شكرا كثير لكم على استضافتكم الجميلة.